نعم، يزعجك عدد المشتركين القليل على قناتك، أنت الذي بدأت العمل على اليوتيوب. وقد نصحك أحد الأصدقاء بإخفاء عدد المشتركين بالقناة، ولكنك لا تعرف من أين، خصوصا مع هذه التحديثات الجديدة التي عرفها اليوتيوب. فهذا الفيديو لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمتابعي قناة الحميدي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي خصصناه للحديث عن طريقة إخفاء عدد المشتركين بالقناة. لكن قبل أن نمر إلى التطبيق، قد يتساءل أحدكم ويقول لي لماذا وجب إخفاء عدد المشتركين بالقناة؟ فبكل بساطة، هناك بعض الأشخاص الذين مثلا يريدون البحث عن موضوع ما، مثلا عن موضوع الربح من الانترنت، فأول شيء يقومون به هو يدخلون إلى هذه القناة. فإذا كانت قناة كبيرة عليها عدد مشتركين كبيرا، فيمكنه أو يستمر في عملية البحث. أما إذا كانت قناة صغيرة عليها عدد مشتركين قليلة، فطبعا لا يمكنه البحث في قناتك أو في فيديوهاتك. لهذا وجب إخفاء عدد المشتركين، خصوصا إذا كنت مبتدئ. ولكن حقيقة هناك بعض الأشياء التي يمكنك أن تجدها في القنوات الصغيرة ولا يمكنك أن تجدها في القنوات الكبيرة، ولهذا قد تجد في النهر ما لا تجده في البحر. إذا الآن دعونا ننتقل إلى التطبيق لنرى كيف يمكننا إخفاء عدد المشتركين، ومن أين يمكننا إخفاء ذلك، خصوصا مع هذه التحديثات الجديدة التي عرفتها اليوتيوب هذه السنة. إذا كنت تملك هاتفا وتريد إخفاء عدد المشتركين، فما عليك إلا الدخول إلى هذا الرابط الذي ستجده هنا في الأعلى لتعرف كيف يمكنك تغيير شاشة الهاتف حتى تصبح على شكل شاشة حاسوب. فأولا، بعد فتح القناة التي ترغب في إخفاء عدد المشتركين فيها، إذا ستتوجه إلى تلك الأيقونة الموجودة على يسار الشاشة، ثم الضغط عليها، وبعد ذلك الضغط على قناتك الموجودة في الخيار الأول، ثم التوجه إلى تخصيص، الضغط على تخصيص القناة. بعد الضغط على تخصيص القناة ستنبثق لك صفحة جديدة، وهناك في اليمين مجموعة من العناوين، لوحة البيانات، المحتوى، قوائم تشغيل، إحصاءات، تعليقات، الترجمة، حقوق الطبع والنشر، تحقيق الربح. نحن سندخل إلى الإعدادات، إذا سنضغط على الإعدادات، طبعا ستنبثق لنا صفحة جديدة، ثم سنتوجه إلى الاختيار الثاني وهو القناة، سنضغط على القناة، ثم بعد ذلك ستنبثق لنا يعني صفحة مكتوب في أعلاها المعلومات الأساسية، الإعدادات المتقدمة، ثم الآلية، آلية الاستخدام. نحن سنضغط على الإعدادات المتقدمة. إذا بعد الضغط على الإعدادات المتقدمة، فهناك يعني مجموعة من الأشياء التي سبق وأن شرحناها في كيفية إنشاء قناة على اليوتيوب، ثم سننزل إلى الأسفل حتى نجد عدد المشتركين. إذا فهنا إذا ضغطت على عرض عدد المشتركين، فأنا سأعرض أو ستظهر عدد المشتركين بالقناة. أما إذا يعني حذفت هذه العلامة الصح، فطبعا لا فأنا أخفيت عدد المشتركين بالقناة. إذا فيجب ألا تكون العلامة الزرقاء على في هذه الخانة تحت عدد المشتركين، ثم بعد ذلك نضغط على حفظ. فأنا سبق لي أن أخفيت عدد المشتركين، وبهذا تكون قد أخفيت عدد المشتركين بالقناة. إذا إلى حدود الآن أنهيت هذا الفيديو، فإن كان لكم أي سؤال حول طريقة إخفاء عدد المشتركين أو سؤال يتعلق بقناة اليوتيوب بصفة عامة، فلا تترددوا بتركه في التعليق، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.